الوصايا العشر قبل النشر، شعر الأستاذ زياد المنيفي، أداء المنشد ظفر المتيفي. كل إعجاب وتعليق يراعى في كتاب العبد يوم الآزفة، فاجتهد في نشر خيرات تجد مغنما من حسنات وارفة. دع سبابا وجدالا واحترز من سيول المغريات الجارفة، لا تشر في بدع أو كذب وانتبه من شائعات عاصفة. لا تلج أبواب بحش إنها مرتع الإثم سموم نازفة، لا تؤجج فتنا بين الورى واحتكم للدين لا للعاطفة. كن صديقا ذا حياء وتقى فهما زاد النفوس العارفة، كن غديرا صفيا منبعه ذا حروف ومعان هادفة.